ده برضو فكرة ان الاسكواش ده مسيطر عليه من المصريين، ده شيء رائع يعني. اكيد طبعا، دايما بيبقى احنا كتير وموجودين، ولاد او بنات، عددنا كبير، عددنا كويس، وان شاء الله نقدر ان احنا نكمل احسن من كده لقدام. ف يعني لو في حد في مره في يوم حظه ما كانش معاه، هيبقى في حد تاني ان شاء الله يقدر يكسب، فالموضوع الحمد لله حلو. انت كده يعني تاني سيدة، تاني يعني امرأة تحصل على اللقب 5 مرات، وده نفس اللي حصلت عليه اللاعبة الأسترالية سارة فيتزجيرالد اظن. ايوه، لكن دلوقتي في الارقام القياسية فاضل لك ايه علشان تكوني الاعلى والاكبر قاطبة بقى يا نور؟ احنا عندنا نيكول ديفيد كسبت البطولة 8 مرات، فده اعلى رقم واعلى انجاز اي حد عمله يعني. ده مين اللي عملت الرقم ده؟ نيكول ديفيد من ماليزيا. ماليزيا فاضل يعني فاضل لك 3 يعني، ربنا يسهل ان شاء الله. 3 يا نور، يلا خلصيهم عشان تبقي تعملي هذا اللقب القياسي. وعلي كمان، علي فراج خد اللقب برضو في الرجال. نور سامعني؟ بالظبط، علي فرج كسب الرجال، كان بيلعب محمد الشرباجي في الفاينل، وكسب الفاينل، وهو دي تاني بطولة عالم ليه. برضه احكي لي بقى اسرتك يعني قالوا ايه، والدك والدتك، احكي لي بقى عن اولا كانوا معاكي ولا خلاص ما بقوش بيجوا معاكي بقى عادي بقى؟ لا مش عادي خالص، انا بابايا كان معايا في البطولة وسافر مخصوص عشان يحضر معايا البطولة ديت، مع ان احنا بيبقى عندنا احنا اللعيبه بابل بنفضل قاعدين فيها عشان كورونا وكده، محدش يحصل له حاجه، فالموضوع بيبقى مش بنتعامل مع حد قوي، بنفضل بس نروح الماتش ونرجع ونتمرن ونرجع. فبس هو كان عايز يبقى معايا بطوله، وانا كنت ببقى عايزاه يبقى موجود، فسافر معايا البطوله ديت وحضرها معايا من اول يوم لحد اخر يوم، وباقي بقى كانوا في اسكندريه هنا موجودين، بس هو لحد دلوقتي بيسافر معايا كل البطولات تقريبا يعني.